بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل، والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى،
وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي ولها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها.
ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع والمحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، تجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، وطهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد
الدعوة إلى الله ليكدروه حتى، ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيض له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، وما لأنها محط أنظار المسلمين ومهوى أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا واجبنا، وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة، أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى.
فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين، يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة
من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا فيها لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين بالمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان.
عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا. إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر المثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا من مجيب الدعاء ونستغل سماحته بعرض بعض الأسئلة عليه. نعم. طيب، يستغلق قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على غرفة المركز ونصوا على سيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالواقع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من الشباب التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟ نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون. أيضا علينا الحذر من هؤلاء،
وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم. من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قلت سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟ نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب الدرر مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم. هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء.
هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟ بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيبه، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروع. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي، وعندهم مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونهم؟ عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن وحماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟ نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذاب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟ لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة في الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟ عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟ يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟ البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، ما هو كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة
من بايعوه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم. منهجهم واضح، انظر منهجهم وترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟ فيها تفصيل. موالاة الكفار إذا كانت عن محبة لهم في القلب، أو نصرة لهم إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا ردة عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات؟ هل يجوز الطعن في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟ الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟ هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم. وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة ونحو ذلك العبادات حينما يكون وعيه معه؟ نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟ هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون الدولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء ببيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة. بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هم من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم،
أن تتكلم بأخطائهم، تبين الحق فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ظهر بعض الدعاة، يقول نحن على منهج الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟ منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟ هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ اتجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر وذببت عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود وبالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟ اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم. يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة للكفار؟ عندما يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟ إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها بالبرامج الإيمانية؟ الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم. الله أكبر. الله أكبر.
وسيله الفضيلة نسأل الله المقام المحمود الذي وعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟ اسألوا قلوا وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكفرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، ما هو صحيح هذا، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟ الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم. يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبه؟ نرد على هذه الشبه بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما
تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم. أحسن الله إليكم، هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبهم ويخطئهم؟ لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟ النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء. نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟ إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم. يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟ متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هم على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم. يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الانترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم. يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟ إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان، وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه، إذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة، حسب السؤال، والفرح بفوزها، هل يعتبر هذا ردة؟ تشجيع